ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين بعد الإقبال الغير متوقع على البرنامج التدريبي كيفا، الدورة التدريبية كيفا هنا في القاهرة. الحمد لله، يعني سرني أن أعلن بسبب الإقبال الشديد الحمد لله عن دورة جديدة وبرنامج جديد لبرنامج كيفا عن بعنوان أسس التجارة الآمنة والناجحة مع الصين. هيكون يوم 1 و2 مارس اللي جاي ده إن شاء الله 2019 هنا في القاهرة إن شاء الله. بدروا والحقوا واحجزوا معانا، العدد بيخلص بسرعة لأن العدد بيبقى محدود شوية، مش بقدر أنا أعملها حاجة كبيرة قوي. فأتشرف إن شاء الله تشاركونا، تواصلوا معانا على الأرقام اللي موجودة مرفقة على الفيديو لتحجزوا معانا هنا في الناس الموجودة في مصر كلها في برنامج كيفا التدريبي عن أسس التجارة الناجحة مع الصين. بتكلم فيها إزاي أعمل أبدأ مشروعي وإزاي أبدأه من الصين وإزاي أعمل بيزنس كويس مع الصين، سواء أصدر للصين أو أستورد من الصين، أستورد بطريقة ناجحة إزاي، إزاي ما يتضحكش عليا، إزاي أأمن إن أنا فلوسي تتحول بطريقة مظبوطة، إزاي أوصل للمورد الصح في المكان الصح، إزاي أستورد، هل أبحث من على النت ولا أروح المصانع ولا أروح المعارض ولا أروح الأسواق، أعرف قواعد التجارة وقوانين التجارة وقوانين الاستيراد ومصطلحات التجارة الدولية وأنواع الشحن والتخليص الجمركي، كل الحاجات دي كلها اللي بتأمن لك ان انت تعمل بيزنس آمن وناجح وسليم ويحفظ فلوسك كويس، بقوله في البرنامج التدريبي كيفا التي كلمة صينية تعني التطوير والتدريب، عشان ان شاء الله يوم 1 و2 مارس 2019 اللي جاي في القاهرة. الحقوا احجزوا معانا بسرعة واشوفكم ان شاء الله في هذا الملتقى. كنتم على خير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.